السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الجسر العملاق اللي راه يعني قيد الإنشاء بمشروع المنفذ نتاع ميناء وهران باتجاه الطريق الدائري الخامس لمدينة وهران. وهذا الجسر اللي يبلغ طوله 800 متر والعلو نتاعو في يعني الجزء الأعلى منه يبلغ 120 متر علوا، وإذا طوله 800 متر، وهو كما نشاهد يتكون من زوج فيادوك من نوع فيادوك، وكل فيادوك فيه ثلاث أروقة إذا، ويتصل في الأخير بالنفق المزدوج يعني التونال بيتوب اللي يستمر إلى حدود بير الجير وحي بلقايد باتجاه الطريق الدائري الخامس لمدينة وهران. نخليكم مع هذه الصور الجميلة والسلام عليكم.